عايزين نعرف انا من حضرتك الواقعة بالظبط وإيه اللي حصل فيها، لأن الفيديو متصور تقريبا من نص الموضوع مش من بدايته. مبدئيا طبعا مساء الخير لحضرتك وجميع الساده المشاهدين مساء النور. المحترمين. والموضوع بسيط جدا جدا جدا، لكن طبعا وسائل التواصل حاولت ان هي تروج دي بطريقه مخالفه للواقع. الواقع بمنتهى البساطه، انا كنت بمر في مدينه المراغه احدى مدن محافظه سوهاج. المواطنين طلبوا مني ان انا اروح ازور المستشفى بتاعتهم لان هم ما بيلاقوش فيها الرعايه الصحيه الكامله. تمام. انا قلت قبل كده انا ابص لتحركاتي هو المواطن، يعني انا ما بنزلش كده امر الا لما المواطن يقول لي تعال شوف المكان ده. فانا بناء على تمام. طلبات المواطنين رحت المستشفى، لقيت مستوى لا يليق بالمواطن في الخدمه الصحيه اللي تعتبر اهم خدمه لاي مواطن. طبعا. لما لقيت مواطن يستغيث بالمحافظ بيقول له انت جيت لي من السماء، الدكتوره مش راضيه تكشف على ابني. طفلين عندهم حاله اسهال شديد جدا وصلوا الى مرحله الجفاف، ولما دخلت على الدكتوره قلت لها مش راضيه تكشف لي، قالت لي انا قلت له هات التذكره. هي طبيبه شابه حديثه العهد بالخدمه، انسانه ملتزمه جدا ومنضبطه جدا، بس يعني لسه ما تمرستش في العمل مع الحالات اللي زي دي. فطبعا لما لقيت فقلت لها لا لو سمحت اكشفي عليه، قالت لي جيب تذكره، قلت لها انا هدفع ثمن التذكره زي ما ظهر في الفيديو بالظبط كده. بس والفيديو يا سيادة اللواء، انا يعني اللي دار في الفيديو يبين ان حضرتك كنت بتزعق لها جامد جدا، احنا حتى مش سامعين صوتها، يعني انا بوصل لحضرتك اللي احنا شايفينه والجمهور المواطن كان شايفه. بيقول ايه؟ حضرتك سمعت المواطن بيقول ايه؟ لا الحقيقة هو احنا اللي شفناه ان حضرتك بتقول لها كلام صعب، وسمعنا يعني المواطن. ما شفناش، سمعنا ليه؟ المواطن ما كمان كان شفناش بيقول انا مش ليه عارف يا أستاذ اكشف. رنا؟ ليه؟ انا متاكده ان حضرتك يعني ليك حق في ان انت تحس ان المواطن هو البرايورتي نمبر 1 او هي المسؤوليه الاولى الأولوية بالنسبه طبعا. لحضرتك، بس في نفس طبعا. الوقت يعني دي دكتوره قاعده جوه، المفروض ان في ناس بتحترمها، وان المفروض ان هي دكتوره عارفه صحه الناس حضرتك ومهتمه بيهم. سمعت المواطن اللي ابنه كان مريض كان بيقول ايه؟ كان بيقول مش عارف اخش، الحقيقه محدش عايز يكشف عليه. قال مش راضيه تكشف عليا. مش مش راضيه راضية تكشف عليه. تكشف عليا. طب هل ده كان قرار الدكتورة نفسها ولا هم بره لا ما لا كانوش لا لا عارفين؟ لا، على فكرة هو اتضح ان اساسا هي كشفت عليه. اصلا بس كمان. المواطن يعني بيقول ان هي مش راضيه تكشف عليا. لما المواطن يقول للمحافظ طبعا حاجة، الطبيب مش راضي يكشف عليا. طبعا انا معاك 100%، لان انا اهتمامي الاول والاخير في المواطن او المريض اللي انا قدامي. نازل عشان المواطن. صح طبعا. فسالتها مش راضي تكشف عليا ليه؟ هي حديثه العهد مش فاهمه، قالت لي علشان ما جابش تذكره. قلت لها يعني انت موقفه الكشف على التذكره؟ طب ما يعني هي اكيد طب دي تعليمات للاسف يا الشديد سيادة برضه لسيادة المحافظ، يعني المحافظ. بالظبط، يعني زي ما رنا بتقول، هي يعني الطبيعي ان دي هتبقى تعليمات من المستشفى مش قرار واخداه الدكتورة من نفسها، وتقول ده لا انا مش مؤكد هكشف طبعا، غير ده لما مؤكد. يجي لي لكن تذكرة. انا عايز اسالك سؤال، اسال سؤال. اتفضل. احنا زي ما بنقول كده دايما عندنا في القانون، في نص القانون وفي روح القانون، طبعا. صح يا فندم؟ صح طبعا طبعا. لما الاقي طفل في حاله اعياء شديده طبعا معاك، لازم انقذه وان هو زيها زي الطوارئ بينتهي تماما، طبعا. مسؤوليتي انا كمحافظ اسيبه لحد ما يموت؟ لا طبعا، انا معاك يبقى هنا بقى 100%. التعليمات، هنا انا بعمل ايه؟ انا اعمل التعليمات ايه؟ ده اللي انا قلته لها. انا لما هي طلبت ان هي تقابلني والسيد وكيل وزاره والسيد النقيب، وقلت لهم انا ما فيش، انا الاطباء دول من افضل الفئات اللي لازم نحرص عليهم، لان طبعا طبعا ما فيش حد في الكون يقدر يستغنى عن طب الطبيب، مش اكيد الطبيب مش بس يا هنقدر فندم. نعيش من غيرهم سيادة طبعا. بعد اذن حضرتك، الطبيب طبعا والمرضي ورجل الاسعاف، ده اكيد. وكلهم لهم القدر من الاحترام لا حدود له. مش طب حاسس ان سيادة حضرتك المحافظ، اتسرعت يا سيادة المحافظ؟ فندم حاسس ان انت اتسرعت لما ما سمعتهاش بالشكل لا انا المطلوب؟ سمعتها. لا 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 لا، على فكرة انا يعني ده سمعتها. الفيديو مقطوع من النص. لا بس هي ما عبرتش صح. لما لانها قالت لي انا اتخضت. قلت، طب هي نفسها قالت لي لما جت هنا، وهنا يا قالت لي سيادة المحافظ، احنا بنتعامل مع الطبيب نفسه ولا مع الاعلى من الطبيب، مع مدير المستشفى هو اللي ما كانش المفروض؟ موجود يا فندم.
يا نهار ابيض. طب ما هي لا طب هي ذنبها النهارده، ايه؟ ذنبها ايه يا طب ست المحافظ؟ النهارده خلت فين يا فندم؟ طب اقول لحضرتك بعد عشان اتفضل يعني سامعين عشان الصوره تبقى اكثر اتضاحا يعني. يا ريت. المشكله ان كل واحد قبله اقول له اكشف يقول لي لا انا تخصصي بطن. طب حضرتك اكشف عليه يقول لي لا انا تخصص، هي نفسها تخصص نساء. بس حضرتك مش شايف ان ده صح برضو؟ ان بدل ما تكشف كشف مش مظبوط، طب لان التخصص طب مهم ممكن جدا. اسال حضرتك سؤال؟ طبعا. اتفضل. الحل يا فندم؟ لا الحل المنظومه يعني لا هل يا هنسيب سياده المنظومه على جنب؟ انا مش عايز محافظ اتكلم من عن الاول، المنظومه. لان الست دي بتنفذ قوانين وتعليمات المستشفى. القوانين لا تنفذ صماء يا فندم. القوانين تنفذ بروحها. لو احنا خدنا القوانين جامده صدقيني هتبقى في مشاكل كتيره جدا. سياده المحافظ احنا شفنا اعتذار رئيس الوزراء للدكتوره سمر، شفنا كمان وقفه نقابه الاطباء معاها، رد فعل كبير على السوشيال ميديا تجاه الموقف اللي حصل ده. هل شايف حضرتك اتسرعت النهارده ولا لا؟ اتسرعت؟ لا طبعا ما اتسرعتش، لان انا بعد اذن حضرتك يا استاذ احمد اتفضل. انا خادم للمواطن طبعا، وبالتالي لما المواطن يستنجد بالمسؤول الاول في المحافظه لا معاك طبعا، الطبيب ما بيكشفش عليا، هل ده تسرع مني ان انا ابدا؟ بالعكس، ده تحيه وتقدير ليك ان انت سمعت المواطن ونزلت على طول، وده قرار فوري علشان المواطن نفسه. وبعدين ده انا بعد اذن حضرتك عشان اكمل بقى، اتفضل. لما قلت لها علقي له تحاليل، مش انا اللي قلت عليها تحاليل، هي اللي طلبت، قالت له انا علقت تحاليل بس يجيب التذكره. طلعت ناس من اللي كانوا معايا في الجوله، قلت لهم تطلعوا تقعدوا جنبه لحد ما يركبوا التحاليل، لاني خفت بصراحه ان بعد ما امشي محدش يسال عني. انا بتكلم، فديت الاوردر وانت واقف طبعا، وانا واقف وتاكدت ان اتطبق. وده شو وده بعد اذن حضرتك ده نمط العمل بتاعي انا، ودي حاجه حضرتك تحترم عليها جدا، وكلنا بنقدر حاجه زي كده فعلا، ان انت يعني الناس تستغيث بيك، وده دور المحافظ اللي بجد بيبقى على ارض لازم. الواقع مش على المكتب بس. لا ففكره انا ما اقدرش اسمع استغاثه مواطن وما اتعاملش معاها باجراء فوري فوري. حضرتك طيب. شايف، حضرتك شايف انه هو صح ان انت تتكلم معاه؟ انا بتكلم بعد كده للمستقبل، لان ناس كتير جدا ممكن تقول لك ما هو عادي بقى، ما احنا بنتكلم نقدر نتكلم ونزعق ونعمل. لو رجع بيك الموقف ده تاني هتتكلم معاه بنفس الطريقه ولا تفكر بطريقه مختلفه؟ لا بص، شوف حضرتك، هو يعني زي ما بيقولوا كده لكل حادثه حديث. انا ادي لحضرتك حاجه تانية، انا الاسبوع اللي فات مباشره كنت في مستشفى التامين الصحي هنا في سوهاج، وجميع السادة الأطباء اشتكوا لي من بعض الشكاوى، والمواطنين اشتكوا من الشكاوى. ما كانش في انفعال ليه؟ لأن لقيت إن الأطباء بذلوا أقصى ما في جهودهم ومتواجدين وبيبذلوا أقصى قدر من العناية، مش أي تقصير، فشكرتهم وقلت لهم لو سمحتوا كل طلباتكم دي، كل طلباتكم أنا هحاول أتبعها لكم، وهتواصل مع أي شخص مسؤول عشان أعملها لكم. طبعا أنا هنا أنا هنا رب العائله السوهاجيه، دوري ان انا اقف جنبهم. والنهارده لما هي جت لي دكتوره سمر والسيد النقيب والسيد مدير الصحه، اخبرتهم بود وحب، ما فيش خصومه اطلاقا، وفهمتها كله لمصلحه المواطن. لا كله لمصلحه البلد. طيب عايز اسال حضرتك يا سياده المحافظ عن الاجراء اللي هتاخده بخصوص مدير المستشفى اللي ما كانش موجود اصلا. يعني دي عندي صعقه. ما هو ده اقيل، أقيل أصلا من منصبه. إزاي مدير مستشفى ما بقاش موجود؟ إزاي؟ ده مش لا بعد إذن حضرتك، ده مش موجود، وما فيش المستوى النظافة اللائق، ولا الله. الأماكن اللي تستقبل الناس. يعني أنا مثلا دخلت اللي هي غرف غسيل الكولوم، وبعض المواطنين اشتكوا لي بعض الشكاوى، ما انفعلتش. ليه؟ لأن الطبيب شايف دوره والممرض شايف دوره بمنتهى الأمانة والصدق. بشكره وبقول له معلش، لو في اي نقص، لو في اي شيء احنا نزلله مع بعض. انما لما المواطن يجي يكون مستهتر يعني الدكتور يعني طبعا يعني بيتوسل اليك يقول لك انت نزلت لي من السماء مش راضيه تكشف عليا. انت واضح يا سياده المحافظ كنت داخل كمان مشحون بسبب ان انت ما لقيتش مدير المستشفى، شايف مدير المستشفى انه ما فيش حد عايز يكشف على الطفل، فداخل مشحون ولا تعبان، والفيديو ابتدى يتصور من اللحظه دي. هو ده اللي خلى الموضوع ياخد حجم اكبر من حجمه. بامانه الموضوع كان بسيط جدا جدا، والموضوع كان
تعاملنا معاه بمنتهى الهدوء، ولما انا مشيت قلت لهم لو سمحتوا شوفوا لي اي حد يكشف على الطفل. قلت لهم ابعتوا هاتوا لي اي تعليق المحاليل طبعا سياده المحافظ، لا يكشف عليه حتى يا فندم. يعني انا عايز انقذ حاله طبعا. الطفل. لا لازم بعد اذن حضرتك يا استاذ احمد. يا استاذ رنا اتفضل. انا دايما اقول لهم هنا من فضلك حط نفسك مكان المواطن. صح. من صح. فضلك. طيب يعني لو واحد ابنه في هذه الحاله. طبعا انا معاك، انا معاك 100% في حاجه زي كده. لا نلحق الطفل الاول وبعدين نعمل اي حاجه ثانيه. واحنا شايفين مع المشاهدين اهو قدامنا. انا قلت لها ايه بعد اذن حضرتك في لما كلمتها، قلت لها انا هدفع ثمن التذكره. عشان تلحق الطفل اللي محتاج يكشف عليه ده. من فضلك اكشف. ودخلتهم الراجل مش عارف يخش يكشف. من فضلك ادخلي اكشفي. عارفين ان انت بعد كده استضفتها عندك في المكتب طبعا. عايز اعرف ايه اللي دار بينكم بقى. اولا هي جات لي مع السيد النقيب والسيد مدير المديريه وقالت لي، انا وضحت لي بقى لما هديت ما عرفتش تتكلم لان كانت خايفه. لما هديت قالت لي انا كشفت عليه بس في عندنا تذكرتين. تذكره الاولانيه بتاعت الكشف وانا كشفت عليه وكتبت له تعليق محاليل. كويس. علشان ياخد تعليق المحاليل او يتحجز في المستشفى لازم ياخد تذكره ثانيه. وهي طبيبه لسه حديثه بتطبق التعليمات صح بنسبه 100% وهي يعني محقق. هي ما عرفتش تفهم حضرتك اللي حصل. لسه انا عايز التذكره. والمواطن بيقول لي ايه؟ ما كشفتش عليا. يبقى التذكره دي عشان ايه يا فندم؟ عشان الكشف. مش عشان المحاليل. فهي اللبس جه من هنا. طب الخطا كان عند مين؟ مش عند الطبيب. الخطا كان عند الموظف الاداري اللي قاعد بيقطع التذاكر طبعا. بس الدايره بتصب في الاخر للموقف اللي احنا شفناه. والمواطن ده على ايده طفل يعني يا عيني بيجري بيه وكل همه ان يتعلق له المحل. وما صدق يعني ما صدق حضرتك. طيب. قلت له دخله وحطه راح حطه على المكتب من الـ يعني تسرع متسرع وبتاع حطه على المكتب الاول. انا بتكلم بروح المسؤول التنفيذي. هم بيتكلموا بروح الطبيب المتخصص. بيقول لك انا مش متخصص. كويس. وحضرتك مش متخصص. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ طب سياده المحافظ صح. حضرتك في الثغره دي بقى كمنظومه ايه اللي المفروض يتعمل في اللي جاي في المستقبل؟ انا النهارده لما ايه الخطه؟ لما كان عندي السيد مدير المديريه السيد النقيب قلت لهم من فضلكم لازم المدير المناوب اللي موجود يكون تخصص عام. بحيث اللي يبقى موجود ويدخل يلاقي حد يسعفه ياخد. يعني احنا عندنا ثقافه وقد تكون خاطئه او هي خطأ بالفعل، ان المواطن عندنا لما بيتعب عاده ما بيروحش للطبيب. صح. بيروح الصيدليه. للاسف. يقول له انا ظهري بيوجعني. فيديله دواء. يروح كاتب له. يقول له انا حاسس بارتفاع في درجه الحراره يديله دواء. تمام؟ فهو المواطن عايز ايه يا فندم؟ المواطن بسيط جدا جدا. عايز الحل. عايز العلاج. لا في كل المجالات انا بتكلم طبعا. هنا كمحافظ في كل المجالات. عاوز لما انزل الموقف اسمعه والبي له طلبه. عايز لما اروح المستشفى اسمعه والبي له طلبه. عايز لما اروح المدرسه اسمعه والبي له طلبه. طبعا. هو ده المسؤول المطلوب منه ان ينفذ طلب المواطن. فلما المواطن يطلب مني رعايه صحيه ويقول لي ان الطبيبه مش راضيه تكشف ما كشفتش عليا. هل من الطبيعي ان انا ما انفعتش؟ هل من الطبيعي ان انا ما حسسوش حتى بادميته وان انا واقف جنبك ومساندك؟ يعني ومع ذلك طبعا انا لم اتجاوز معاها التجاوز المسيء لكرامتها اطلاقا. لا يكفي ان حضرتك يعني استقبلتها في المكتب وقلت لها يعني سمعت منها وقعدتوا تتكلموا واعتذار رئيس الوزراء ده كمان يعني اكبر حاجه ليها يعني. يا استاذ رنا بره الموضوع. انا اسرتي كلها اطباء. يعني دول جزء من المجتمع اللي انا بعيش فيه. من اهم اجزاء المجتمع طبعا. يعني انا بحترم هذه المهنه وبقدرها ومش كده وبس. وبشفق عليها في الدور اللي بتقوم فيه في هذه المرحله طبعا. ولكن دايما اي فئه اي وظيفه لابد ان تكون هناك ثغرات. طيب سياده المحافظ
احنا عايزين نيجي ان شاء الله سوهاج ونشوف اخر التطورات باذن الله، نكون مع حضرتك باذن الله ونشوف اخر التطورات ونشوف التطور اللي بيحصل في المجال الصحي يعني بالاخص، لان نقدر مع مشاهدينا ان احنا نتابع ونقول اه ده حصل، لكن شوفوا سياده المحافظ بعد كده عمل ايه. زي ما اتكلمنا عن حاجه حصلت السوشيال ميديا واحنا سلطنا الضوء عليها، حابين ان احنا القاهره اليوم كمان نكون مع حضرتك ان شاء الله في المحافظه نشوف اخر التطورات. انا ادي اخر حاجه انا احتراما للاطباء، لما شفت المنظر ده بتاع الوحده الصحيه قررت ان انا انقلها الى داخل المراغه، وجبت لهم مبنيين، مبنى سكن اداري يليق بهذا الاطباء، كويس جدا، مبنى عماره 4 ادوار، وجبت مبنى عشان يتجهز يبقى فيه غسيل كلوي، فيه رنين مغناطيسي، فيه جراحات المتعدده. كل ده هيتم يا فندم خلال شهر بالجهود الذاتيه. ده خبر عظيم، دي حاجه قويه جدا وحلوه جدا ورد الزاتية. محترم يعني من حضرتك، يعني احتراما لادميه الاطباء وادميه المواطنين خدت القرار ده، بس الناس بقى ركزت على الواقع، الناس لسه ما تعرفش القرار ويمكن هيعرفوه من خلالنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نورتنا يا دكتور، شكرا جداً. ليك اشكرك يا استاذ، شكرا لحضرتك، اشكرك جدا يا فندم، نشكرك.